ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أستاذة صفاء فارس، محلل أسواق المال. أهلا بك أستاذة صفاء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني أبدأ مع حضرتك بالمؤشر الرئيسي لبورصة مصر الذي أغلق على ارتفاع كبير اليوم، ما تحليل حضرتك لأداء المؤشر؟ إحنا لو تكلمنا على أداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هو أغلق على 28340، يعني بنسبة تغير 1.84%. المؤشر ما زال في اتجاه صاعد. الأداء النهاردة كان إيجابي جدا، متأثر بجميع الأخبار الإيجابية العالمية والعربية بارتفاع كل ما يتعلق بالأسهم الخليجية وما يتعلق بثبات الفائدة في أمريكا وجميع الدول الأوروبية، فده أدى إلى أداء جيد جدا لمؤشر البورصة المصرية وما زال في اتجاه صاعد. والمستهدف لديه هو 28700 والدعم الرئيسي ليه هو 28.100. نعم دكتور صفاء، أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية أغلق على ارتفاع، ما رؤية حضرتك للمؤشر السبعيني؟ هو المؤشر السبعيني أغلق على 6424، يعني نسبة تغير 1.51%، وما زال الاتجاه لهذا المؤشر خصيصا ما زال في اتجاه صاعد، لأن في الأسبوع الماضي كان في مرحلة تجميع قوية جدا من 6200 لحد 6320، ودي كانت نقطة قوية جدا، وما زال هناك استمرار لاختراق النقط الأساسية لي اللي هو 6660، اختراقها هيبدأ الصعود وينطلق إلى نقطة 7000 نقطة. اللافت أيضا اليوم أن أسهم البتروكيماويات والأسمدة ببورصة مصر شهدت ارتدادة قوية، ما رؤية حضرتك أيضا لهذا القطاع؟ احنا بس هنرجع بس خطوتين بس لورا شوية. بالنسبة لقطاع الأسمدة ككل في القطاع المصري كان تراجع من فترة سابقة، ولكن كانت مرحلة تجميع، وساعتها احنا نصحنا المستثمرين ان جميع الأسهم في قطاع الأسمدة لو قلنا ذكرنا سيدي كرير او بئر الأسمدة او كل ما يتعوى بئر الأسمدة ما زال هناك تجميع، وفعلا هذا اللي حصل اليوم، حصل ارتدادة قوية جدا لقطاع الأسمدة، وهناك برضو استمرار الغاز في هذه المصانع استمرارها في عمليه الانتاج هو ده اللي اثر تاثير ايجابي، لان الفتره الماضيه كان اثر عليها خبر تاثير الغاز. صحيح. وما زال الاستمرار في قطاع الاسمده مستمر، هو النهارده خد اكثر من 18% من راس المال السوقي، وفي الاسبوع القادم باذن الله من احتمال يقيق يقترب نقطه ال 25% من راس المال السوقي ككل. دكتور، اين توجد الفرص في بورصه مصر على المدى القصير والمتوسط برايك؟ هناخدها بالترتيب. هناخد ما يتعلق بـ EGX30. انا عايزه انصح المستثمرين في حاله وجود ارتداد قويه في المؤشر فوق ال 300 نقطه، يعني يخترق المؤشر 28700، هنقول ان من اهم القطاعات في المؤشر EGX30 هي قطاع العقارات، واحنا النهارده لو اتكلمنا على قطاع العقارات هنستحوذ على ارقام جيده جدا في اسهم العقارات وما زال مستمر، ودي فرص استثماريه جيده وخاصه في الاسهم الصغيره في قطاع العقارات، لانها كلها بتتزاول من اقل من قيمتها الحقيقيه، والمستثمر يفهم ما هي القيمه الحقيقيه عن اقل من القيمه العادله، فما يكون القيمه السوقيه بتتزاول باقل من القيمه العادله يبقى دي فرص استثمار جيده على المدى القصير والمدى المتوسط. لو تكلمنا على مؤشر EGX70 اهم القطاعات الموجوده فيه هنلاقي ما زال القطاع الكيماويات ما زال مستمر، قطاع الاغذيه والمشروبات ما زال بتتداول باقل من قيمته العادله، ونصح المستثمرين تتابع الاخبار العالميه والمحليه والعربيه، وفي حاله الصعود الجيد ممكن نخفف البوزيشن، يعني نبيع ونرتد مره اخرى للشراء مره اخرى، ورجاء نبعد عن طريق برنامج سيادتكم، نرجو البعد تماما على المارجن او الكريدت. لأن اضطر في ناس كتير امبارح اضطروا يفقدوا بعض من المراكز الماليه بتاعتهم عشان يقفلوا المارجن، طبعا ده بيجعلهم ان هو بيشتروا بقيمات اعلى لتعويض المارجن. وضحت النقطة. بشكر أستاذة والدكتورة صفاء فارس محلل أسواق المال لمشاركتها معنا اليوم.